في نقابة المهندسين أيقننا بأنه لا يوجد طريق للمهندس الأردني إلا التميز للمنافسة على فرص العمل والمنافسة في هذا السوق. الشواهد كثيرة على طلب المهندس الأردني نتيجة إبداعه ونتيجة تميزه. عندما تزور أي دولة من الدول المجاورة نعتز بأعمال المعماريين، نعتز بأعمال المهندسين الأردنيين في تلك الدولة في القطاعين العام والخاص. كيف تربط الجامعة مع المحيط المقابل من خلال إيجاد مركز متعدد الاستعمال متعدد الوظائف؟ كيف نحن تعلمنا أيضا منكم، تعلمت من مشاريعكم بلا شك، فأشكركم لصبركم، أشكركم لأنه أعطيتنا الفرصة أنه نجتمع معكم وأجد ابتسامة جيدة عندكم. هذه تطمني أنه في أمل أنه يعني تجد طريقكم في هذه الحياة. The other gigantic project of the Northern Shore is the third Bosphorus bridge and it is also under construction. في الطائف رجعنا عملنا هذا المشروع للأشراف أربع بيوت حاولنا the design not so much to change but to complement the character الموجودة. I think character is there. Some of these buildings are made to last forever and some of them may are made to last. الجزء الأوسط اللي بيعتمد محور رئيسي للجزء التجاري. جائزة واحدة لخمس مشاريع بالتساوي، فمعظم المشاريع اللي فازت هي مشاريع فائزة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية للمهندس أيمن جمال أبو حمدية. الجامعة الألمانية الأردنية أفنان رفيق برقاوي. من الجامعة الأردنية مجموعة من الطالبات المهندسات ميس عبد الله، سناء العزاوي، ودوليانا نواف سهاونة. الجامعة الأردنية ميس عماد أبو علي، ويني حبش، ويسر أحمد. من جامعة العلوم والتكنولوجيا عفاف زايد عودة الله. نهدف من هذا النشاط لدعم المبادرات ودعم الأفكار الخلاقة لشبابنا اللي هم معماريين تحت الإعداد، اللي هم خريجين الجامعات الأردنية. اجانا السنة 45 مشروع من 10 جامعات مختلفة شاركت في المسابقة، حكمناها تحكيم أولي، طلعنا ب 15 مشروع، هدول فازوا بالمرحلة الأولى، بعدين عقدت لجنة تحكيم ثانية واخترنا منهم خمس مشاريع فائزة بدون ترتيب. كانت المشاريع الفائزة من ثلاث جامعات الأردنية والتكنولوجيا والألمانية. شاركنا السنة في التحكيم وفي إلقاء محاضرة المعماري العالمي التركي إمري أرولات. إجا مبارح حضر أول مبارح معنا التحكيم ومبارح المحاضرة، أعطى محاضرة وصراحة حكى لنا كلمة كثير مهمة. قال كونه يعني محكم عالمي في هولندا في أمريكا في تركيا، فقال إنه مستوى المشاريع الأردنية المقدم من الجامعات الأردنية أفضل من الجامعات التركية وأفضل من مجموعة من الجامعات الأمريكية وبهولندا. مشروع هي عبارة عن مركز استكشاف صحراوي في وادي رم، بتعكس طبيعة المشروع استكشاف الصحراء من خلال المبنى اللي أنا سويته، وبترفع الوعي للمواطنين وللزوار بأهمية الطاقة الشمسية الموجودة في هذا الموقع. مشروعنا ذا أنيميشن بار موجه بشكل أساسي للببليك، بهدف اللي يعرف الببليك على الأنيميشن وصناعته. كانت الفكرة الأساسية فيه أنه ننقل المستخدمين إلى عالم خيالي. ركزنا على الناحية البوتيك أوف أركيتكتشر، يعني يمكن كان برضو في نقاش على المشروع أنه هل أهملنا الناحية البراكتيكال، يعني كيف نوازن بين الناحية البراكتيكال والناحية التطبيقية الفيزيكال. إن شاء الله أن المشروع يتم تطبيقه على أرض الواقع لأنه عن جد كتجربة رائعة جداً.